انا اليوم حجزت السينما كلها حق ما يصرفون بهمس ليش؟ عشان ما يصرفون صوت ساج. بس احنا قاعد نطلع صوت ساج. انا راح اشوف الفيلم السعودي سطار. انت وين راح تقعدون؟ يمين ويسار؟ يلا مع السلامة. يلا قعدوا. سيارة توتال لوس. تدري وشو توتال لوس؟ بونصك تسمع به فلتبدا بلوس. اهلا بك في الحفرة. الحمد لله دخلني ذا البطولة وتشوف المستوى. ظهرك زين؟ ظهري زين امورك تمام؟ يعني الحواله لما تجي تبرد على الدم. شخصيتك بالصدق نفس شخصيتك بالفيلم؟ لا والله ما انطق في الحقيقه. ايه ما انطق. ايه انطق بس. قناه القفص. القفص القبس عباس القبس. معليش انا باكستاني ما لا لا معليش. السلام عليكم. القبس على راسنا. حياكم الله. ابراهيم الخير الله. انا منتج وكاتب وممثل في سطار عودة الخمس الاسطوري. انت مالهم كله مصارع؟ اي انا من يوم انا بتشا صغير كله مصارعة معلوم. فات الله جو ودي فوق بعدين سوي اركيو. لازم فوز. لا لازم فوز. لازم فوز. لا لازم فوز. شكرا انكم جيتوا وغطيتوا. شكرا انكم جيتوا وحضرتوا. ابي جمهوركم اللي يتابعونكم كل واحد يجي ويشوف بعينه احنا شو مسوين. ويا رب نكون ملبين مو بس بصريا حتى سمعيا. انتوا شنو رايكم بالفيلم؟ انتوا عجيب. الله يطول عمرك. عجيب. انا اندمجت مع الاغاني. الله يسلمك. اختيار الاغاني شلون مع المصارعه مع الاجواء كان شيء وايد قوي. جدا بالنجاح اللي حققه فيلم سطار في الاسابيع الاولى. يعني هو محتل التوب 1 في سينما المملكه العربيه السعوديه والاصداء والناس الحمد لله راضين عنه وتعبنا ما راح. الناس استمتعت بليلتهم هذه. لازم الافلام هذه ما توقف. افلام هذه انتاج يعني شيء فخر ان لما واحد من ربعك اللي تقعد وياه بالديوانيه اللي تسولف معاه واتساب فجاه منتج فيلم، الثاني بطل الفيلم، الثالث مخرج الفيلم. راح اسالكم مو كاشخاص اشتغلوا بالفيلم، كاشخاص شافوا الفيلم بعد الإخراج، بعد الانتهاء من كل شيء، شنو ردت فعلكم؟ شنو حسيتوا لما شفت الفيلم؟ والله يعني فيلم متكامل، وأتمنى أنها تبقى قفزة للسوق في الوطن العربي كله. لأن المجتمع السعودي. قاطعتكم بس ببوسكم قبل أمشي. يا حبيبي. بطل الفيلم عادي يسوي اللي يبي. المجهولين. جنود المجهولين. I love you. أصعب واحد كان سطار للأمانة يعني. صراحة كان لوك خطير. كان سطار أصعب يعني لوك الصراحة، أصعب تصميم، لأنه هو يعني إحنا السينما دائما الواحد يشتغل from scratch يعني من الصفر. السينما الكاميرا تدش زوم وايد، فمعناته أن الزي نفسه يحتاج وقت. تعال. يلا تعال تعال خلينا نشوف. إبراهيم. وكنت معك كمبارس. اقول لك انت تاخذ بطوله مو كمبارس. بطوله. شاي انا مو صدقتك كان باي بار. لا 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 صار. اسمع خلص دراسه زين؟ يلا. خلص كل شيء. بعدين انت تصير بطوله وانا اصير كمبارس عندك. يعطيك الف عافيه. الله يبارك فيك. موفق ان شاء الله. ابد وشوفوا كل يوم شوفيه. اي انا ابي الناس تدش الفيلم تاريخ 19/1. 19/1 هني بالكويت. كل نفر لازم شوف. عشان انا في شوف انت مثل ما دشينا الفيلم مع بعض راح نمشي مع بعض. اوكي اعطيني ايدك. يلا مع السلامه. باي. ختمنا الفيلم. باي. يلا.